بجدد التحية على حضراتكم من مدينة العالمين الجديدة، ولسه بنواصل متابعة وتغطية فعاليات مهرجان العالمين. علشان يكون عندنا أي مهرجان أو أي فعالية ناجحة، لازم يكون في تسويق ناجح لهذا المهرجان أو لهذه الفعالية، علشان نعرف الناس احنا عايزين ايه، بنستهدف مين، مين الناس اللي احنا عايزينهم يكونوا موجودين، الجمهور المستهدف، ايه الفعاليات هتكون فيها ايه، كل ده علشان نوصل للنجاح في الفعالية او في المهرجان اللي احنا عايزينه. ده اللي حصل هنا في مهرجان العالمين، في ناس بتشتغل مخصوص على هذا المحور. احنا معانا هنا في كل الزوايا، يشرفنا يكون معانا استاذ ايهاب الجندي، وهو رئيس لجنه السياحه بشعبه المستثمرين باتحاد الغرف التجاريه. اهلا بحضرتك. وكمان معانا استاذ هشام ادريس، عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه، وكمان مسؤول او ده مسؤول عن تنظيم فكره الترويج لمهرجان العالمين الجديده في الوطن العربي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طيب انا عايزه ابدا من حضرتك يا استاذ هشام، وتقول لي ازاي يتم الترويج لمهرجان بالحجم ده او بالشكل ده في منطقه الوطن العربي عموما، في العالم وتحديدا في الوطن العربي يعني. طبعا حضرتك يعني اول حاجه بنركز على حاجه مهمه جدا، وهي ازاي تحويل المنطقه اللي احنا موجودين فيها، منطقه العالمين، ان هي كانت منطقه كانت بتدار فيها حرب عالميه، وان فيها فوق اكثر من 21 مليون لغم، عشان تتشال الالغام دي ويبتدي تجهيز المنطقه بالشكل اللي موجود حاليا. اول حاجه تجهيز الطرق، مطار العالمين بالشكل الموجود بتاعه، الابراج اللي معموله بشكل كبير، المنطقه نفسها مجهزه بشكل ان بقت مقصد سياحي لذوي الانفاق العالي، ودي كانت نقط مهمة جدا. دي بتساعد مبدئيا على ان انت تبتدي نشتغل على المشروع نفسه. المشروع نفسه طبعا شركات كتيرة جدا اشتغلت عليه، وبنبتدي نشتغل على الترويج. عشان نشتغل على الترويج بنركز زي ما حضرتك قلتي، بتستهدفي مين الاول وازاي بتروجي ليه وازاي الطريقة. اول حاجة احنا استهدفنا دول الخليج او الدول العربية، هي الدول القريبة من مصر، او السياحة البينية اللي هي اللي بيننا وبين العرب، او ان احنا اقرب ديستنيشن بالنسبه لهم. بنستغل ان الجو عندنا من شهر 5 لشهر 10 مقارنه بدول الخليج هو جو مناسب جدا ان احنا نقدر نشتغل عليه. وبعد كده بنركز على ان طبعا في سبل كتيره للترويج، سواء نشتغل عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق البلوجرز او عن طريق القنوات الفضائيه او عن طريق شركات السياحه اللي هي موجوده في دول الخليج كلها، كل شركه ليها العملاء بتوعها. فدي انواع من انواع الترويج مهمه جدا يعني. طيب استاذ ايهاب، وحضرتك يعني من المستثمرين اللي موجودين في هذه المنطقه، واكيد بتتابع التطور اللي بيحصل. تمام. التطور اللي بيحصل ده ازاي بيفيد او بينعكس على فكره التسويق، وانه يا جماعه احنا عندنا مهرجان مهم، عندنا منطقه مهمه وواعده، ده بينعكس ازاي التطور اللي موجود؟ طبعا في البدايه انا اللي برحب بحضرتك في مدينه العالمين الجديده. شكرا لحضرتك. ده بجد احنا في العالمين يمكن من سنه 2001 موجودين على الارض، وعندنا مشاريع موجوده هنا على الارض في العالمين، في العالمين وفي الساحل اللي هو يسمى دلوقتي الساحل القديم والساحل الجديد والعالمين الجديده طبعا. فطبعا البدايه خالص كانت مخططه لمدينه العالمين الجديده كاحدى مدن موجوده على ساحل البحر الابيض المتوسط. حقيقه بالتوجيهات والقياده السياسيه ودور الدوله ودور الحكومه، احنا كمستثمرين حقيقه المره دي بالذات احنا شعرنا بيها جدا جدا على ارض العالمين الجديده، من منشات رياضيه الفنيه الفندقيه الترفيهيه الشاطئيه. النهارده حضرتك موجوده وبتعملي برنامج في فعاليات العالمين او مهرجان العالمين اللي هو لسه ممتد لغايه يوم 26 اغسطس. الكلام دوت بقى فيه دور دوله قوي جدا موجود، احنا حاسين بيه كمستثمرين، بدا يحس بيه العميل، سواء استاذ هشام لسه ذاكر الاخ العزيز. النهارده الدول العربيه، الدول الشقيقه، الدول القريبه لينا، حتى الدول الاجنبيه على فكره، احنا النهارده العالمين بتحط على الخريطه السياحيه العالميه. يعني احنا النهارده حتى السلوجن الموجود العالم عالمين. فده يمكن المهرجان هو ده المسمى بالموضوع اللي احنا منموط فيه النهارده الحلقه. الموضوع النهارده مبقاش موضوع مدينه بس، النهارده في جامعات،
في اكاديميات فتحت بدون ذكر اسماء حاجات معينه موجوده دلوقتي فاتحه بقى لها سنه وسنتين. الابراج النهارده جزء منها بيتسلم كبير، مشروعات موجوده، كميه اوتيلات بدات تفتح بالفعل وبدات تشغل ايد عامله، مستثمرين من دول الخليج بداوا يستثمروا عندنا هنا موجودين كاستثمار، عملاء موجودين زي ما قال الاستاذ هشام موجودين بالفعل دلوقتي جوه اللحظات اللي احنا فيها، حفلات وايفنتات موجوده النهارده ويمكن سامعين صوتها واحنا مع حضرتك النهارده. فالكلام ده كله بقت مدينه كامله الحمد لله رب العالمين، وبنتمنى اللي لسه هيبقى ده افضل وافضل. ده ايد عامله، مستثمرين مصريين، اشقاء عرب، كل ده النهارده في العالم العالمي. أستاذ هشام، كمجتمع شركات السياحة يعني بتنظروا إزاي لهذا المهرجان؟ إزاي مهرجان العلمين يضع هذه المدينة في خريطة السياحة وخريطة السياحة العالمية زي ما أستاذ إيهاب كان بيتكلم؟ طبعا احنا بالنسبه لل اول نقطه لما كنا في معرض دبي اللي هو معرض سياحه، كان الحمد لله كان كل النقط انتهت بالنسبه خاصه بالمهرجان، فابتدينا نسوق نعمل ماركتنج واحنا في دبي، ابتدينا بالنسبه للمهرجان بصوره كبيره. طبعا لان حضرتك مصر ابتدت تتخصص يبقى ليها براندنج لكل ديستنيشن، وده كان مهم جدا. احنا كنا يعني كان زمان بنسوق لمصر كدوله، لكن دلوقتي انت عندك مجموعه ديستنيشن تقدري تشتغلي عليها. يعني لما تشتغلي مثلا على سينا والدوله شغاله على مشروع التجلي الاعظم، لما تشتغلي على البحر الاحمر، لما تشتغل عندنا بحرين ونيل، لما تشتغل الاقصر واسوان كديستنيشن، يبقى عندك هويه بصريه لكل منطقه. فدلوقتي العالم عالمين بقى ليه زي لوجو معين، اللوجو ده بقى ليه هويه بصريه، وخاصه ان العالمين لو اتكلمتي على ذوي الانفاق الاعلى في دول الخليج كانوا بيروحوا مجموعه ديستنيشن في العالم معينه، يعني مثلا مربيه، بورتو بانوس، ايبيزا، ميكانوس. العالمين ابتدت تدخل ضمن الخمسه ستة ديستنيشن في العالم ذوي الانفاق الاعلى وذوي اللي عندها اعلى هوسبيتاليتي موجوده، الحفلات اللي موجوده. لان احنا لو اتكلمنا على انواع السياحه مثلا عندنا سياحه ثقافيه، سياحه شاطئيه، سياحه صحيه، عندنا سياحه الايفنتات زي مثلا سياحه المؤتمرات. فكون ان مصر في الفتره دي نقدر نعمل ايفنت زي ده يقعد 45 يوم متصل، ابتدى من الاسبوع اللي فات لما كان موجوده ناتالي اللي هي بطله العالم بالنسبه لكره القدم وبتاعت صربيا مع ابطال الكره في مصر او رموز الرياضه في مصر، دي كانت خطوه مهمه. ومع وجود بس مستر تامر حسني والفنانين الموجودين سواء العرب او الموجودين راغب علامه واليسا ونانسي، الناس اللي جايين كلهم، شايف ان مجموعه الايفنتات دي جذبت ناس كتير جدا. والدليل دلوقتي اللي احنا حضرتك لو شفتي حفله تامر حسني تقريبا 100% كومبليت 100%، الشارع لو حضرتك طلعتي بره مقفول من اوله عشان يدخلوا. فيعني يعني دي حاجه جميله جدا، حاجه تبهر يعني. استاذ ايهاب، هل عندنا ارقام واحصائيات عند حضراتكم في الغرفه، ارقام واحصائيات بفعلا زياده الاعداد ولا صعب حصرها؟ لا هو مش صعب ولا حاجه، هو بالفعل احنا ابتدينا من بدايه الموسم، ويمكن يعني من اول بدايه شهر الصيف من شهر يونيو، والاقبال غير طبيعي. ده بيبان عندنا في الاحصائيات اللي بتحصل مع الاوتيلات، وبالذات الطاقه الفندقيه في العالمين الجديده في اخر سنتين زادت بطريقه كبيره جدا في افتتاح فنادق موجوده في ارض العالمين، يمكن اكتر من 5 فنادق تم افتتاحهم. المطاعم والباندات اللي زادت جدا في الساحل الشمالي، احنا كنا الساحل زمان ما كانش عندنا باندات ديت كلها موجود، النهارده ما بين مطاعم وما بين كافيهات ما بين كلبات ما بين بيتشات ما بين كل الكلام ده، النهارده احنا عندنا في العالمين الجديده كميه عدد بيتشات وكميه عدد زوار لل بتشات والاكوموديشن اللي موجود داخل الاوتيلات. النهارده العالمين الجديده وانا قاعد بكلم حضرتك ده وعلى مسؤوليتي، العالمين الجديده كلها ما فيهاش اوضه واحده مش موجود. فالنهارده احنا بنتارجت زياره حوالي 1 مليون زائر للعالمين الجديده بس كاستنيشن كان هشام بيتكلم عنها دلوقتي، العالمين بس لوحدها النهارده بتارجت 1 مليون ويزيد عن 1 مليون في خلال فتره الصيف ديت وفي خلال فتره المهرجان اللي قائمه بالفعل. وبالفعل زي ما بقول لحضرتك وباكد لك للمره الثانيه، احنا ما فيش اوضه موجوده في الساحل الشمالي النهارده، والاسعار اللي لسه هشام برضه بيتكلم بيها اسعار عاليه جدا. ايوه فعلا. استاذ هشام، فكره طيب الترويج لمدينه العالمين باعتبارها انها مدينه مستدامه هتشتغل طول السنه، مش هتكون بس مجرد قريه بتفتح 3 شهور وتقفل باقي السنه، ده بيساعد حضراتكم ازاي في الترويج والتسويق لمدينه العالمين؟ طبعا
طبعا احنا ماشيين مع خطه الدوله ان احنا نوصل ل 20 30 نوصل لحوالي 30 مليون سائح، لما يكون زي ما استاذ ايهاب ذكر ان احنا حوالي 5 فنادق فتحوا، انت لما يزيد عنك 2500 اوضه، احنا في مصر دلوقتي تقريبا حوالي 210 ل 230 الف غرفه فندقيه. لما التارجت ان احنا نوصل لحوالي 400 الف غرفه فندقيه كطاقه استيعابيه. لما كنا مع معالي الوزير في دبي وكنا في العاصمة الإدارية واتكلم على ازاي نركز في الفترة اللي جاية دي على جذب اكتر، لو بصيتي للساحل بس فقط احنا لحد 2018 كان السائح بنسبة 90% اللي موجودين فيه مصريين، 2021 زادت النسبة لحوالي 30% عرب، 2022 زادت النسبة لحوالي 40%، السنة دي احنا واصلين لحوالي 60% من دول الخليج ودول عربية موجودين في الفنادق اللي موجودة، فده يعتبر جذب للعملة الصعبة بصورة كبيرة وده اللي احنا محتاجينه. فأنا شايف إن ده كان خطوة مهمة جدا. سياحة الإيفنتات، أنا عايز أقول لحضرتك إن كل اللي في الخليج دلوقتي جاي كله أول ما بيسأل يديني كالندر أوف إيفنت، ده ما كانش موجود. لما أنا يبقى عندي مجموعة إيفنتات متتالية موجودة كل يوم، ما يكون عندي كل يوم 5 6 حفلات موجودة في الساحل، ده بيجذب السائح، لان السائح مش جاي يقعد في غرفه، لان احنا يهمنا ان احنا تجربه سياحيه، تجربه السائح اللي بيجي بيزور مصر لازم تكون تجربه ناجحه، فالتجربه دي انا شايف ان هي بوجود الايفنتات اللي موجوده، موجود كاليندر اوف ايفنت، عارف هو جاي هيحضر حفلات ايه، مطاعم ايه، والمستوى اللي موجود يعني مستوى عالي جدا، بهوسبيتاليتي عالي جدا، وده اللي احنا كنا دايما مستنيينه. فانا يعني شايف ان ايه الاسواق اللي ركزتوا عليها؟ احنا مركزين على دول الخليج طبعا من اول السعوديه، بجانب دول الخليج، بجانب دول الخليج الدول الاوروبيه، وبدليل ان احنا دلوقتي مطار العلمين، طبعا احنا عندنا حوالي 27 مطار دلوقتي موجودين في مصر، تم يعني رفع الكفاءه بتاعتهم، ومطارات جديده، مطار العلمين لما يتفتح عليه ديستنيشن من بودابست ولما يجي من كازاخستان طيران دلوقتي دايم، ابتدت حوالي يمكن كذا شركه دوليه بتحاول دلوقتي تتعاقد مع مطار العلمين انها تيجي دايركت عليه، ازاي نشتغل صيف شتاء لما يكون في جامعتين اتفتحوا. احنا دلوقتي بنركز ان احنا نشتغل في الشتاء على دول شرق اوروبا، ونشتغل على بنعمل يعني عندنا خطه انه في ناس بنشتغل عليهم في الشتاء، في ناس او سياح بنشتغل عليهم في الصيف. بالظبط اللي احنا بنحاول دلوقتي عليه الفتره اللي جايه دي ان احنا نشتغل على السياحه الصحيه، من خلال ان احنا في شركات هيعمل زي التخسيس والحاجات اللي هي يعني الحاجات الخاصه بدي، هتكون موجوده ان شاء الله في الساحل الشمالي، وهنبتدي نشتغل عليه في المعارض اللي جايه، ان ازاي نخلي الديستنيشن تشتغل صيف شتاء. استاذ ايهاب، ازاي المهرجان هيساعدنا في انه يكون عندنا استثمارات بشكل اكبر في هذه المنطقه الجميله؟ الحقيقه المهرجان بالفعل هو بادئ بقاله اسبوع، بس هو يعني عامل صدى كويس جدا، بدليل اللي احنا زي ما بيقول هشام اصدقائنا اللي في الدول العربيه او شركات السياحه اللي احنا بنشتغل معاها بقى مصر، الكلام ده كله النهارده على مكاتبنا وعلى شركاتنا بدا يبقى فيه كوستات، وبدا يبقى فيه ديماند كبير جدا على الاوتيلات بشكل عام. النهارده السائح النهارده زي ما كان بيتكلم هشام، النهارده احنا عندنا سياحه شاطئيه وسياحه المهرجانات وسياحه المؤتمرات وكل الحاجات دي. بالفعل النهارده العلمين الجديده في ظل النهارده القياده السياسيه والحكومه موفقه جوه اللي موجود على ارض العلمين الجديده، ده عمل جذب كبير جدا للشركات السياحه، عمل جذب كبير جدا للمستثمرين، عمل جذب كبير جدا لفتح مشروعات ثانيه وبنيه تحتيه تمت بالفعل موجوده في العلمين الجديده، الاستثمارات مزيد من الاستثمارات داخل مدينه العلمين الجديده، الاستثمارات ما بقتش شاطئيه بس، الاستثمارات بقت موجوده في كامل المدينه. وده حقيقه زي ما بيقول هشام برضه النهارده العمله الصعبه اللي هو ده تارجت البلد. احنا النهارده اولا احنا عايزين الايد العامله، عايزين نقلل البطاله، عايزين يبقى في انكم جاي بالعمله الصعبه، الكلام ده بقى محسوس. انا النهارده في شراكات موجوده على ارض العالمين، في شراكات موجوده بالفعل، في فنادق زي ما بقول لحضرتك فتحت، في مطاعم فتحت، الكلام ده مش لسه هيساعد، الكلام ده بالفعل بدا يعني يساعد. خلاص ده فعلا عمل صدى. النهارده البلوجرز العالميين موجودين النهارده بيجوا من وزاره السياحه، بيبتدوا يعملوا بروجراماتهم، بيبتدوا يعملوا الحفلات اللي موجوده، موجود الايفنت اللي بيتكلم عليه النهارده كل اسبوع طول الاسبوع تقريبا عندنا ايفنتات موجوده من جميع الاسطام بتوع الدول العربيه بخلاف طبعا مصر والاسطام بتاعها، فالكلام ده كله حقيقه الناس بتبقى جايه عارفه هي هتعمل ايه، وعندها الصبح بيتش وعندها صاحب بالليل، عندها هتعمل شوبينج كمان، كميه المولات اللي فتحت، احنا ما كانش عندنا مول هنا في العالمين الجديده، النهارده بقى عندنا 1 و2 ويمكن احنا موجودين في واحد منهم. يعني احنا طبعا يعني للاسف الوقت خلص، ولكن انا سعيده جدا بقرايه حضراتكم السريعه ل يعني احنا فين في العالمين حاليا، وتحديدا من عين التسويق والسياحه
السياحه. بشكركم جدا لوجودكم معانا، استاذ ايهاب الجندي رئيس لجنه السياحه بشعبه المستثمرين باتحاد الغرف التجاريه، وكمان استاذ هشام ادريس عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه، وهي الشركات المسؤوله عن الترويج لمهرجان العالمين الجديده في الوطن العربي. شكرا جدا لوجود حضراتكم معانا. شكرا لك. شكرا جدا. ودي كانت تغطيتنا السريعه لجزء من او زاويه من زوايا فعاليات مهرجان العالم عالمين. لسه عندنا ايام كتير، المهرجان يخلص يوم 26/8، فحاولوا انكم تيجوا وتستمتعوا بالاجواء الاحتفاليه اللي موجوده في العالمين. شكرا جدا، تصبحوا على خير.